السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا كويسين. معانا الأخ محمد أحمد علي الشهير بتوارشي. احنا بنستأذنه طبعا نعمل عليه نيورولوجيكال اكزامينشن ديمونستريشن للطلبة. وأعتقد أنت موافق يا ابني ولا إيه؟ تحت أمرك يا دكتور، مفيش أي حد ضاغط عليك ولا أي حاجة ولا غصب عنك ولا أي حاجة ولا أي شيء، بمنتهى الرضا. كل حب يا فندم. وخدمة طبعا طبعا، دي تحت أمرك يا دكاترة، وربنا معاكم وربنا يوفقكم. ويا ريت ما حدش ينشر الفيديو ده بره الجروب بتاعنا، تمام؟ مستريح؟ تمام. هنعمل يا اولاد حاجه، النقطه رقم 5 في النيورولوجيكال انفورميشن اسمها موتور سيستم. نمره 1 كان جنرال، 2 منتاليتي، 3 سبيتش، 4 كان نيرفس، لسه مو انتاليتي، 5 موتور سيستم. الموتور سيستم لوحده عباره عن 5 حاجات. الانسبكشن بشوف الماسل ستيت، يعني اذا كان عندنا في بوزيشن معين، اذا كان في مثلا ديفورميتي، اذا كان في تروفيك تشينجز، او اذا كان في عندي ويستنج ابدا اوصفه. بالبيشن فور ماسل تون، هايبوتونيا هايبرتونيا او نورموتونيا. بركشن بدور على حاجتين سهلتين، فاسيكوليشن ومايتونيا، ذن باور بين كوردينيشن بنفس الترتيب ده. ما اجمل ان تكون منظما. اتفقنا ان النيورولوجي مش صعب الا ان هو بس بيكون طويل، وطالما هو حاجه طويله لابد ان انت تبقى حد ايه؟ تبقى حد منظم. لو انت مشيت بنظام الدنيا هتمشي كويسه جدا ان شاء الله. اولا الانسبكشن بنشوف الماسل ستيت. ماسل ستيت انا بشوف النومه بتاعت العين وهو نايم، البيشنت نايم زي الفل. لكن مثلا لو مريض نيورولوجي جالك وهو نايم، مثلا يعني لقيته دراعه ده متني ورجله دي مفروده، يعني عامل فليكشن هنا وعامل هايبر اكستنشن هنا. يعني مثلا الدراع ده متني كده وده مفرود كده. يعني فليكشن هنا وهايبر اكستنشن هنا، ده ماشي مع السباستيك هيميبليجن. غير لما يجي لك عيان رجله الاثنين لازقين في بعض ادكتد وهايبر اكستندد، دوت ماشي مع السباستيك بارابليجيا قلناها في الانترودكشن. او مثلا يجي لك عيان رجليه وقع كده، واخد وضع بالفروج مثلا، فروج بوزيشن، دي معناها ان هو عنده هايبوتونيا. دروب ريست او فيت هنشرحها تفصيلا مع الموتور بريفرال، بس تلاقيه ايده واقعه كده، ترفعها تلاقيها واقعه كده ورجله واقعه، دي اسمها دروب فيت وريست، تحصل مع البريفرال نيرو، بس يعني اخدها كل واحده لوحدها. لكن ماي بيشنت البوزيشن بتاعه زي الفل. نمره 2 بعد على الديفورميتي، ذير از نو ديفورميتي. تقول لي هو في ديفورميتي في النيورولوجي، يبقى ليه علاقه بالموضوع؟ عايز اقول لكم حاجه. الديفورميتي في النيورولوجي ممكن تكون هي سبب النيورولوجيكال ديزيز. لما اقول لك كده ديفورميتي قد تكون هي السبب، وقد تكون نتيجه، وقد تكون اسوسيشن. قد تكون هي السبب، قلناها في الحصه بتاعت امبارح والاول، البولس ديزيز ده بيعمل ديفورميتي في الفقرات. الديفورميتي اللي حصلت دي تعمل مثلا بربيش، يبقى الديفورميتي هي اللي عملت ايه؟ نيورولوجيكال ديزيز. ممكن تبقى نتيجه، تبقى نتيجه ازاي؟ نتيجه ازاي يا ولاد؟ ممكن اللي عنده بريفرال نيوروباثي وحصل عنده ويستنج يبقى عنده هاي ارش فوت. افهموها الله يبارك لكم. لو ده شكل الفوت اهو، ده شكل القدم، هي عباره عن مجموعه عظام كده وفي تحت هنا فور ماسل لايرز. لو العضلات اللي هنا خسرت هتلاقي شكل الفوت بقى عامل كده، بقت داخله كده لجوه، اسمها هاي ارش فوت. هاي ارش فوت دي معناها ان احنا عندنا ديستال ويستنج. طب ايه اللي خلى عنده هاي ارش فوت؟ هاي ارش فود دي بتحصل مع البريفرال نيوروبس لما يحصل عندي ماركت ماسل ويستنج. لو كان عندي هاي ارش فود وصوابع القدم مبنيه كده يا ولاد، بيسموها هامر توز. يعني هاي ارش فود ويز هامر توز، هامر توز مبنيه بالشكل ده، دي اسمها بيسكيبس. والبيسكيبس دي از ا كومن اسوسيشن. يعني ايه مش فاهمين؟ يعني الناس اللي عندهم هيريديتري نيورولوجيكال ديزيزز لو ان معاهم بسكيبس، طب معاهم بسكيبس ليه كومن؟ لا تاتي مصائب فرادى. يعني مثلا اللي عنده فريدريكس اتاكسي ده مرض في الاعصاب، مرض وراثي، بس مع هذا المرض الوراثي بيكون معاه كلمه بسكيبس، يبقى من باب لا تاتي مصائب فرادى، عنده مشكله هنا وعنده مشكله هنا وعنده مشكله هنا، ها فدي بنسميها كومن اسوسيشن. لكن البيشنت بتاعنا اصلا مش مريض نيورولوجي وما عندوش اصلا ديفورماتيزم. نمره 3 بتشوف الويستنج اذا كان في خساسات. لو كان في خساسان في مكان ما، اسهل حاجه تطلع بيها الخساسان ان انت تقارن ناحيتين ببعض، تقارن يمين بشمال. ودي حلوه جدا يا ولاد لو كان المرض في ناحيه، يعني مثلا هو المرض في الناحيه اليمين والناحيه الشمال سليم، انت بتقارن. لو في ويستنج ولا حاجه هيبان. ما هو الويستنج ده من علامات اللور موتور، وممكن يحصل مع الابر موتور مع الوقت كديسيوز اتروفي. فانا لو المرض في ناحيه فانا بقارن ناحيتين ببعض. في ساعات يبقى الويستنج خفيف قوي، فانا بضطر اجيب التاب ميتر للمزوره وانقي مثلا عظمه، وتكون العظمه دي
وانزل تحتيها بخمسة سنتي والعظمة تحتيها بخمسة سنتي واربط هنا واربط هنا وقارن او اطلع فوقيها هنا وهنا وقارن. اهم حاجة ان انا استخدم بوني لاند مارك واطلع او انزل فوقيها او تحتيها عشان احدد وقارن يمين بشمال او شمال بيمين وهكذا. اللي عايز اقوله يا اولاد ايه بقى؟ اللي عايز اقوله ان الويستنج لو واضح خلاص، لو مش واضح لابد انك تقيس. لو كان العيان المرض بتاعه بايلاترال وسيمتريكال، لو المرض موجود في الناحيتين عشان تقارن ناحيه بالثانيه هيبقى صعب جدا. فبنلجا لحاجه اسمها ايه يا اولاد؟ مقارنه الليمب بنفسه. يا ريت بس تفهموني كده في الحته دي. مقارنه الليمب بنفسه، ايه مقارنه الليمب بنفسه؟ بص يا اولاد، المنطق بيقول ان لو السايكل يبقى الليك تقريبا كده وادي الباتيلا اهي، ده في تناسق ولا لا؟ في تناسق. ايه رايكم لو واحد جالي الساي بتاعه كده وبعدين رجليه نازله رجليه معيز كده؟ ايه رايكم؟ واضح ان في ديستال ايه؟ ديستال ويستنج. ديستال ويستنج، هذا الديستال ويستنج يحصل مع مرض زي برينيال ماسل اتروفي ده هيريديتري بريفرال نيوروباثي. هذا المرض بيحصل معاه ماركت ويستنج في الديستال واللور ثيرد اوف ثاي والجزء اللي فوق بيكون سليم. عامل زي ازازه الشمبانيا المقلوبه، فقالوا عليه انفيرتد شامبين بوتل. ده بيحصل مع البرينيال ماسل اتروفي. هو المرض موجود في الناحيتين، فانا هقارن الناحيتين بعض وهم زي بعض. لكن انا بعمل ايه يا ولاد دلوقتي؟ انا بقارن الليمب بنفسه، انا بقارن الليمب بنفسه، الناحيه بنفسها. فده بيكون حاجه طبيعيه، بيكون سوري، هنا في ديستال ويستنج، هنا دي حاجه طبيعيه في تناسق، لكن هنا واضح ان في ديستال ويستنج. يبقى انا اما بقارن ناحيه بالثانيه اذا كان المرض يونيلاترال، او اقارن الليمب بنفسه لو كان المرض بتاعي بايلاترال وسيمتريكال. او احسن من الكلام ده كله ادور على ويستنج لاند ماركس، علامات الويستنج. علامات الويستنج دي موجوده في الابر ليمب وفي اللور ليمب، موجوده بروكسيمال وديستال. في الابر ليمب بروكسيمالي هنا تلاقي فيه فلات شولدر، العظم ده كده واقع كده، واخد بالك الحته دي خاسه، مفيش هنا الدلتويد الجميله دي. وتيجي هنا في الديستال تلاقي ايه؟ تلاقي فيه ويستنج في الثينر والهايبوثينر. ما تنسوش دي ثينر ودي هايبوثينر. فلما هتقول لي ويستنج في الثينر والهايبوثينر، اقول لك مين الثينر والهايبوثينر؟ ما تعرفش. بصوا هي سهله، الثينر ناحيه الصابون، الثينر ناحيه الصابون، الهايبوثينر تبقى فلات. وتيجي هنا تلاقي فيه جاترنج. يعني ايه جاترنج؟ تلاقي فيه برومينانت ميتا كاربال بون، تلاقي العظم من هنا يبقى ايه؟ تلاقي العظم من هنا يبقى باين، العظم بارز. كون العظم بارز يبقى حصل ويستنج في العضلات الانتر اوسيال. نفس الكلام في اللور ليمب، تيجي تبص على الباتوك لو كان فيه ويستنج، تيجي على الديستال يعني لو فيه ويستنج في اللور ليمب في البروكسيمال تلاقي فيه فلات باتوك. وتيجي هنا على الديستال تلاقي عندك هنا هاي ارشن فوت، تلاقيه فقوانه زي الفل، هنا مفيش ويستنج ولا حاجه. لكن لو حصل ويستنج كده كده داخل جوه، وتلاقي العظم الميتا كاربال بون بتاعنا يبقى برومينت. باختصار شديد، باختصار علامات الويستنج البروكسيمال فلات شولدر وفلات باك، علامات الويستنج الديستال برومينت ميتا كاربال بون وفلاتنس الثينر والهايبوثينر، وتحت برومينت ميتا تارسال بون وهاي ارش فود. دي اسمها علامات الويستنج. وانت بتعمل انسبكشن قول لي في ويستنج ولا لا. وانت بتعمل انسبكشن وشوف اذا كان في تروفيك تشينجز، لوس اوف هير او بريتل نيلز او السرس، الدنيا زي الفل. يعني ما عنديش اي تروفيك تشينجز. طبعا لو في تروفيك تشينجز لابد انك توصفها، ارجوكم ما تتوهوش مني. احنا بنعمل موتور سيستم اكزامينشن في خمس نقاط، اولهم انسبكشن ماسل ستيت. تحت الماسل ستيت بعلق على البوزيشن، واذا كان في ديفورميتي، واذا كان عندي اي ويستنج او اي تروفيك تشينجز. طبعا انا مش محتاج ان انا اقولها، يعني هي واضحه للجميع. ما انا عمال الف عشان اعرف اذا كانت حالتي ابر موتور ولا حالتي لور موتور. الخطوه الثانيه اسمها ماسل تون، بالبيشن فور ماسل تون. عشان نعمل عيون الماسل تون اسك يور بيشن تو ريلاكس. ما ينفعش تعمل ماسل تون وانا عامل متخشب. فلازم قبل ما اعمل اي حاجه استاذن من المريض. ده اوردر في النيورولوجي، ده امر كده، في ثلاث اوامر مهمه، ده اول واحد منهم. قبل ما تعمل الماسل تون تقول له لو سمحت سيب نفسك. وبعدين تعمل الماسل تون، بعمله ازاي؟ باجي على مستوى الريست واعمل كده، بعمل شيء كده كده فوق لتحت كده بالمنظر ده. وفي ناس ساعات تعملها كده بس فليكشن واي اكستنشن، وتقارن بس فليكشن واي اكستنشن. على مستوى الالبو هو بس فليكشن واي اكستنشن، اهو بس فليكشن واي اكستنشن كده. على مستوى الشولدر ممكن اعمل سيرك اندكشن، بثبت ان انا عشان ما اخلعش كتفي. سيرك اندكشن، وادي سيرك اندكشن كله باي كومبارزن. ممكن اعمل الشولدر بطريقه ثانيه، اقعد كده مفضلك واقعد باجي من ورا عين كده وهشتك. بص كده، دي اسمها جوار، بهشتك المريض. شايفين بيتحرك معايا ازاي؟ لو عنده هايبرتونيا مش هيتحرك، هي دي عاملينها عشان الهايبوتونيا.
لو في هايبوتونيا تلاقي الكليت فوق طلع لفوق او زي ما يكون راسه دخل جوه كتافه. ها ودي لو كان عندي ماركت هايبوتونيا زي حالات المايوباتي. يبقى تاني انا على مستوى الريست بعمل شيكنج البو باسيف فليكشن واكستنشن باسيف فليكشن واكستنشن ثم سيركمدكشن سيركمدكشن. ممكن هشتك العيان اعمل حاجه اسمها جوبر ميثود. اجي في اللور ليمب على مستوى الانكل بص انا بعمل شيكنج بس سايد تو سايد ده طبيعي سايد تو سايد. ها هنا بعمل باسيف فليكشن واكستنشن باسيف فليكشن واكستنشن. ها بدني وبفت وبقارن على مستوى الهيب في كذا طريقه. ممكن اعمل ايه يا ولاد؟ ممكن اعمل رولين كده ايد هنا وايد هنا ممكن احط ايد هنا وايد هنا واعمل كده. بصوا رجله بس اللي بتتحرك. لو حد عنده هايبرتونيا هتلاقي جسمه كمان عمال يتحرك اهو اسمها رولينج. ودي الطريقه المفضله اذا كان عندي هايبرتونيا بعمل رولينج. لو في هايبرتونيا تلاقي جسمه كله عمال يروح ويجي معاك ما هو مخشب. او يا ولاد ممكن اعمل سيركمدكشن اهي كده شايف الرينج بتاعنا. لو في هايبوتونيا هيبقى اكتر من كده لو في هايبرتونيا تبقى اقل من كده. في طريقه اسمها طريقه الخطف كده طريقه بسيطه كده. لو كان حد عنده هايبوتونيا سائل يعني بص بص بعمل ايه؟ انا برفع الليمب كده واسيبه برفعه كده شايفه واقع ده طبيعي. عارف بقى لو حد عنده هايبوتونيا سائل زي كده خالص تلاقي رجله وقعت كده راحت نايله وقع كده بالمنظر ده. دايما لما تعمل اثنين مع بعض كده لو هو سايب هو كده شايف ده نورمال. لو هو سايب اعمل نفسك سايب سيب نفسك خالص خالص تلاقي رجليه هو سايب نفسه خد لك وضع البوزيشن بص يروح فارح كده فانت لازم تسنده من هنا. يعني باجي ايه ارفع رجلي كده واروح ساند من هنا عشان ما يقعش. فهمتوني؟ لو وقع طبعا في ايدك هتبقى غلطه وحشه قوي. دي اسمها طريقه الخاص. ما تتوهوش مني انا بعمل شيكنج بس فليكشن واي اكستنشن وتقارن الناحيتين ببعض. لو شكيت ان في هايبرتونيا اعمل رولنج وبص على الترنك. شايف عيني فين؟ شايف عيني فين يا عاطف؟ انا ببص على الترنك اشوف يتحرك معايا ولا لا. لو كان عندي لو كان عندي نورموتونيا او حاجه اعمل سيركمدكشن. لو شكيت ان في هايبوتونيا اعمل طريقه الخاص ارفع وسيب بس طبعا لو الناحيتين لازم تسنده عشان ما يقعش منك. طيب هو الحمد لله ان الريست والانكل زي بعض شيكنج بس هنا فوق كده وتحت الجنب. الالب والني زي بعض بس فليكشن واكستنشن. الشولدر والهيب ممكن اعمل سيركمدكشن وفوق في حاجه اسمها جور في تحت حاجتين كمان رولينج وبعمل طريقه الخاص. طيب انا بعد ما عملت التون انا قلت له سيب نفسك في حصه التون انا استفدت ايه؟ نورموتونيا ده حد طبيعي. لو عندي هايبرتونيا لازم يكون ليها اسباب. ولو عندي هايبوتونيا لازم يكون ليها اسباب. والله العظيم يا ولاد دي اسئله في الامتحان ما فيهاش هزار. وعلى فكره يعني حط نفسك مكان الاكزامبلر. لو امتحان تو كلينيكال ودخلت انت على عيان فانت في حصه التون لقيت فيه هايبرتونيا توقع السؤال اللي بعدها ما اسباب الهايبرتونيا؟ لقيت فيه هايبوتونيا توقع السؤال اللي بعدها ما اسباب الهايبوتونيا؟ يبقى الفكره لازم هتتسال السؤال هو ليه عنده هايبرتونيا او ليه عنده هايبوتونيا؟ اسباب الهايبرتونيا منهم اثنين مهمين هي اسباب كثيره خمسه بس في اثنين مهمين. براميدال اكسترا براميدال مايوتونيا ممكن تحصل كاتاتونيا او منينجل اريتيشن. اول كلمه براميدال. البراميدال ولا بيعمل حاجه اسمها سباستيستي ودي بتكون كلاس بناين. كله بص عليا دراعي عامل كده تيجي عشان تفردوا بصوا عليا الله يبارك لكم ركزوا معايا. بص اجي اقفل كده صعبه 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 تسيب مرات صعبه 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 تسيب مرات اسمها كلاس بناين. ها مثلا اجي اقفل كده هو بيمسك كده عنده بص بص مخشب 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 وبعدين هيسيب معايا مره واحده يسيب كده بس اسمها ايه يا ولاد؟ كلاس بناين. في رجليه تحت اجي اتنيها صعبه 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 وبعدين يسيب معاك مره واحده يبقى اسمها كلاس بناين سباستيستي. هو ما عندوش هو بيمثلها كلاس بناين سباستيستي. كلمه كلاس بناين سباستيستي ها تعني ان المريض عنده براند تراكت ريجن. بتكون الهايبرتونيا في الابر ليمب في الفليكسور وفي اللور ليمب في الاكستنسور. ايه؟ ملاكم بيلعب بالي مش دي قلناها؟ يعني هنا صعبه وانا بفردها لان الهايبرتونيا في الفليكسور تحت صعبه وانا بتنيها لان الهايبرتونيا في الاكستنسور. يبقى هايبرتونيا انفليكشن وهايبرتونيا ان اكستنشن. هايبرتونيا انفليكشن في الابر ليمب وهايبرتونيا ان اكستنشن في اللور ليمب. كلاس بنايتس باستيستي. كلاس بنايتس يعني مطبوع ارن غزال. يعني المقاومه في بدايه الحركه بتفتح المطوه صعبه وبعدين تفتح معاك مره واحده فهي صعبه صعبه وبعدين تسيب معاك مره واحده فقالوا عليها كلمه كلاس بنايتس باستيستي. الاكسترا براميدال ليجنز تعمل هايبرتونيا وبيكون اسمها ريجيديتي. بيكون اسمها ريجيديتي. ريجيديتي يعني ايه؟ يعني ريزيستنس اول اوفر ذا موفمنت. بص عليا على طول الحركه طول الحركه ما بتسيبش طول الحركه طول الحركه اسمها ريجيديتي.
رجلك على طول الحركه، طول ما انت شغال طول ما انت شغال، وبتيجي دايما في البروكسيمال وتيجي بالفليكسور كده، صعبه 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 على طول. ساعات يا اولاد مريض الاكس او الراجل يكون عنده شويه تريمرز، تريمرز بص يا عم هو بيعمل كده، فتيجي انت وانت ايه وانت بتتدرب انت عرفت تراي تريمرز كده. هي على فكره هي على طول حركه بس فيها تريمرز. طيب لو كان معهاش تريمرز وفي ريجيديتي على طول الحركه بيسموها ليد بايب، كانك بتتني او بتفرد ماسوره من الرصاص ففي ريزيستنس اول اوفر ذا موفمنت. لو كانت انتربتد باي تريمرز عامله زي الترس فيسموها كوويل. دكاتره والله العظيم والله العظيم سؤال مهم، ما اسباب الهايبرتونيا برامدل واكسترا برامدل؟ الفرق بينهم البرامدل بيكون سباستيستيك، الاكسترا برامدل بيكون ريجيديتي. السباستيستيك لاس بنايف، ريجيديتي ليد بايب او كوويل. السباستيستي هتيجي في الفليكسورس اوف ابر والاكسنسور اوف لور، الريجيديتي هتيجي في الفليكسورس عموما وهتيجي في البروكسيمس اكتر وناخدها مع الباركنسونيزم. خد بالك الفرق ما بين الكلمتين دول اهم حاجتين. وبصراحه انا لو بمتحن طالب بس انا عاقل، انا حد عاقل يعني او المفروض ان انا حد معقول يعني، لما اسال طالب ايه اسباب الهايبرتونيا يقول لي برامدل واكسترا برامدل هنبسط وخلاص، اقول له برافو عليك وفرق بينهم. في دكاتره تانيين للاسف في كثير من الجامعات المصريه بيقول له ايه اسباب الهايبرتونيا؟ يقول له برامدل وايه كمان واكسترا برامدل، يقول له ايه كمان؟ لو قال لك وايه كمان قول له مايوتونيا، هشرح حاجه من شويه. وايه كمان؟ كاتاتونيا، ده مرض نفسي. كاتاتونيا تلاقي بنت مجنونه واقفه جراحه عامل كده، ولو شاطر اتنين بقى ولا حرك مثلا يعني كاتاتونيا في النوادر. او مننجال اريتيشن عامله سيفير ماسكولار سبازم. انا ما بحبش يا اولاد برضه ما بحبش الاجابه بغباوه، يعني في غباوه. ايه الغباوه؟ اجي في الامتحان اقول لك ايه اسباب الهايبرتونيا، تقول لي كاتاتونيا، اقول لك وريها لي بقى شفتها فين؟ ها ارجوكوا ركزوا، الاثنين المهمين برامدل واكسترا برامدل ثم اشياء اخرى، ركز على الاثنين الكبار البرامدل والاكسترا برامدل. ماشي يا اولاد؟ نيجي للشق الاخر، ما اسباب الهايبوتونيا؟ على فكره انا ماشي من الكتاب بحذافيره بالصور بالحاجات بالاسئله، ما اسباب الهايبوتونيا؟ ما حدش يقعد يتفرج على الفيديو وهو انت اتفرج عليا اه بس بص في كتابك. ما اسباب الهايبوتونيا؟ اسباب الهايبوتونيا اي حاجه لور موتور، اي حاجه في الريفلكس ارك اللي قلناها في اول محاضره، حاجه في الانتير هورن سيل بوليومايلايتس، حاجه في الافرنت افرنت تيبس دورسالس، حاجه في الافرنت الموتور بريفرال نيوروباثي، حاجه في الجنكشن نيورو ماسكولار جنكشن زي المايسينيا جريفيس او في العضله زي مايوباثي، اي حاجه من دول تعمل لور موتور. خد دي كمان، لو حد عنده سيريبيلر ليجن من وظائف السيريبيلر بيساعد في الماسل تون، لما يضرب هيقل الماسل تون. البوستيرو كولم ليجن من وظائف البوستيرو كولم بيساعد شويه في الماسل تون، طب لو البوستيرو كولم اتضرب بيحصل معايا هايبوتونيا. وركز في اللي جايه، الشوك ستيج اوف اور موتور مش البرامدل اللي كان جاي من فوق هو اللي بيشغل وبيعمل انهبيشن وبيعمل كل حاجه الانتير هورن سيل. لو جه البرامدل مات مره واحده اكيوت ايجن باسكولار انفلاماتوري او تروماتيك، تيجي الانتير هورن سيل تقول لك انا مش عارف اشتغل، تقعد محتاسه شويه تتوقف عن العمل، شرحناها على فكره مع الديوجينيك بلادر. لما تتوقف عن العمل لو كان بايلاترا بيحصل اتنشن وفيرم بيحصل هايبوتونيا تحت الليبل. امتى البرامدل يعمل هايبوتونيا؟ اذا كنا في الشوك ستيج. الاكسترا برامدل يعمل هايبوتونيا اذا كانت كوريه كوريه كوريه، لما يكون المرض عندنا كوريه. الوحيد الاكسترا برامدل اللي معاه هايبوتونيا هو الكوريه، قلت لكم قبل كده سبحان الله بيعمل جيركي موفمنت، حركه سريعه وعنيفه، لازم يكون جسمه ثابت. قلت لك معاه دانسنج موفمنت، ما ينفعش بقى ترقصه ومعاه هايبرتونيا، لازم يكون معاه هايبوتونيا. يا اولاد هي الكوريه المرض فين؟ ما انا عارف فين في الفيزر كانجلي. ها فين؟ فكرت؟ في الكوديد نيوكليس. يبقى كوريا كوديد، كوريا كوديد، يبقى الكوريا المرض بيكون فين؟ بيكون في الكوديد نيوكليس السي مع السي، كوريا المرض في الكوديد نيوكليس الوحيدة اللي هتعمل لنا هايبوتونيا. ناخد بالنا من هذا الكلام رجاء رجاء رجاء، تبقى عارف أسباب الهايبرتونيا وأسباب الهايبوتونيا. دي أسئلة مفيش فيها أزهار بالمرة، ارجع لي تاني احنا بنتكلم انسبكشن، شفنا المصل ستيت بالبيشن، شفنا المصل تو. بركشن كلمة سهلة، بخبط كده بدور على فاسيكيوليشن او مايتونيا. قلنا فاسيكيوليشن دي الريتيشن اوف انتير هورن سيلز، فالعضله بتعمل زي رفه او سيلات دي موفمنت كده. ممكن على فكره ابص على العضله بالانسبكشن الاقي فاسيكيوليشن، ممكن ما تبانش، اضطر ان انا اعمل لها تريجرنج، تريجرنج بايدي فليكرنج كده. اقعد اخبط كده على العضله. ما بترقصش ولا اي حاجه. او حتى ممكن في بعض الناس، والمفروض انا ما انصحش بكده يعني، في بعض الناس يستخدموا الميديكال هامر، يعني يجيب الهامر كده، يجيب الهامر ويقعد يخبط على الايه؟ على العضله، عشان لو فيها هو بيعمل ايه؟ بيعمل استثاره. بيخبط على العضله، ما فيش تخبط على العضله، تخبط على العضله لو فيها اي فاسيكيوليشن ممكن تظهر معاك. نو فاسيكيوليشن، قلنا فاسيكيوليشن يعني ايه؟
الريتيشن اوف انتيرو هورن سيل. بصراحة لو جالك حد عنده فاسبريشن في الامتحان المستمرة اللي هي الباثولوجيكال يعني دي ممكن تبقى موتور نيورون ديزيز، يعني مرض عمال ياكل في الايه؟ في الانتيرو هورن سيل. ما عندناش طبعا دلوقتي الحتة بتاعت الفوليوم ولا مفيش الكلام ده. مايوتونيا يعني ديلايد ريلاكسيشن اوف سكيلتال ماسل، يعني العضلة بتعمل كونتراكشن وتاخد وقت على ما تعمل ريلاكسيشن. المريض ده مثلا يعني لو انا عندي مايوتونيا وجيت اسلم على كاوتش كده فانا مسكت ايده كده يحاول ان هو يشد ايده، كل ما يحاول يشد ايده انا امسك اكتر امسك اكتر امسك اكتر، اقول له اهدى اهدى عليا اهدى اهدى انا فوق كده بص كده. ما تشدش، كل ما هو يعمل مقاومه انا اشد اكتر، اقول له اهدى 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 يهدى يهدى، ابدا ابص هو فوق ايدي كده بص كده. على فكره الحركه دي ممكن تاخد ساعه، دي اسمها مايوتونيك فينومينا. يبقى العضله بتعمل كونتراكشن ده مرض وراثي، وبعدين تاخد وقت كتير على ما تعمل ريلاكسيشن يبقى اسمها مايوتونيك فينومينا. هذه المايوتونيك فينومينا ممكن اعملها، طبعا مش هيجي لكم حد عنده مايوتونيا غالبا في الامتحان، بس عشان تعمل لها ديتكشن ازاي؟ عن طريق فولنتري موفمنت، بس بلاش تقلب عليه تديله حاجه يمسكها، يفضل ماسكها ساعه. او بيعملوا طريقه ثانيه احسن يا ولاد. بيجيب الهامر بالناحيه اللي هي المدببه دي. واجي هنا على الثينر كده واضرب. فلما اضرب كده يحصل هنا كونتراكشن، تلاقي في ديمبلنج في الثينر وتلاقي حصل كونتراكشن للثمب ده ويفضل الديمبلنج ده قاعد له ساعه، شفت هنا بيحصل ديمبلنج ما بياخدش ثانيه، يفضل قاعد ساعه اهو. قلت له طلع لسانك وتضرب على لسانه، يسيب حفره في لسانه، كونتراكشن في لسانه، ها؟ تخبط على لسانه. دي اسمها مايوتونيك فينومينا، بعمل لها ديتكشن ميكانيكال، يبقى ممكن فولنتري عن طريق ان انا اسلم عليه، او ادي له حاجه يمسكها ويقعد فيها وقت كتير، او اضرب على الثينر او اضرب على التانج يحصل فيه كونتراكشن. او ممكن اعمل لها ديتكشن الكتريكالي عن طريق ان انا باستخدام التيار الكهربائي. الماسل فايبرز عشان تتحرك بتيار كهربائي محتاجه 8 ملي امبير. اللي عنده مايوتونيا ده يعني بيتلكك عشان يتحرك، فممكن 2 ملي امبير يحركوه ولا حاجه. فدي كلمه اسمها مايوتونيك فينومينا ناخد بالنا منها. هو مش هيجي لك حد كده، يبقى باي بيركشن انا بدور على فاسيكيوليشن، انا بدور على مايوتونيا. الخطوه الرابعه في الموتور سيستم اسمها الباور، ودي نقطه مهمه جدا يا جماعه وفيها كلام كتير قوي يا ريت تركزوا معايا. الباور بتاعتنا عشان تعمل الباور، عشان تعمل الباور ها بتعملها تقول المريض اول اسك يور بيشنت، تقول له حرك مفاصلك، لو سمحت حرك مفاصلك، يبقى ده الاوردر بتاعي. كان في التون سيب نفسك، في الباور بقول له حرك مفاصلك، وفي السنسيشن ان شاء الله بقول له غمض عينيك، يعني كل حاجه في الاوردر بتاعها. المهم فانا بقول له حرك مفاصلك، هعملها الاول وداوت ريزيستنس، لو قدر يعملها هعملها اجينست ريزيستنس، اشارات وكلام في نفس الوقت. يلا بص خليك معايا كده، اعمل كده، ادني صابعك، افردهم، ابعدهم، ضمهم، سبح او عد، ادني كفك، افرد كفك، ادني كوعك، افرد كوعك، دراعك لفوق، دراعك لتحت، جنح، ضم. كمان مره يلا ها، ادني صابعك، افرد صابعك، ابعدهم، ضمهم، سبح. اتني كفك، لا كفك كفك، افرد دراعك، اتني كفك، افرد كفك، اتني كوعك بقى، افرد كوعك، دراعك لفوق لتحت، جنح، ضم. شغال كويس؟ شغال كويس؟ تعال خد الاور ليمب، تعال نشوف يلا، ركز معايا. عايز صابع رجليك لتحت، ناحية التانية، صابع رجليك لفوق، وش رجليك لتحت، وش رجليك لفوق، اتني ركبتك، افردها، فخدك لفوق، لتحت، فخدك لفوق، لتحت لبره لجوه. شغال كويس؟ شغال كويس جدا. خد بالك فخدك لفوق اوكي، فليكشن ده اجنست الجرافيتي، لكن لتحت هو كده كده نازل في الحركه دي غلط اصلا. تعرف عشان اعمل الاكستنسور اوف هيب خلع عندنا مع وشه وبيت ربيته ويرفع فخده كده، محدش بيعملها. انا ممكن اقول له ايه فخدك لفوق، انا بحط ايدي كده وهو بينزل بحيث ان انا اعمل له شويه مقاومه وخلاص، يبقى انا فحصت الاكستنسور بسهوله. خد بالك لو العيان عرف يعمل الحركه وداوت ريزيستنس تقدر تعملها اجنست ريزيستنس، بس بتعمل حاجتين، في شرطين. الشرط الاول ان انا بثبت الجوينت اللي بعد اللي انا بفحصه، انا عايز افحص الصوابع، عشان افحص الصوابع بثبت هنا وبعدين اقول له ايه؟ اتني صوابعك، افرد صوابعك، ابعدهم، ضمهم. ضمهم دي بحاول ان انا احط له ورقه وبحاول ان انا اشدها، اديني ظرف كده ها؟ بص يا ولاد عشان تعمل الادكتورز بتدي له ظرف كده او ورقه، يعني تقول له امسك الورقه او حاول ان انا اشدها منه، فاهمني ولا لا؟ خلاص ماشي يا ولاد. بعد كده اعمل حلقات وما تعدينيش منك، بحاول ان انا اعدي، احاول صباع تاني. بعد كده هاند جريب، امسك صباعي سيب كمان مره. بص يلا اتني صباع، افرد، ابعد، ضم، احط ورقه، اعمل حلقات، ما تعدينيش منها، امسك صباعي،
سي. بعد كده على مستوى الريست هسبك هنا عشان الحركه ما تجيش من القلب، اتني كف افرد كف. بعد كده هثبت هنا عشان الحركه ما تجيش من الشولدر، اتني كوعك افرد كوعك. ماشي يا ولاد؟ على فكره كل حاجه بعملها هنا لازم اعملها هنا، يعني لازم تعمل الناحيتين باي كومبارد. بص لي بس شويه اهو، انا بعمل ايه؟ هشتغل على مين دلوقتي؟ على الصوابع. هعمل ايه؟ فليكشن ات اكستنشن افرد ادكشن اب ولا اهدى ادكشن لبره ها، ثم ادكشن لجوه. بعد كده اعمل حلقات دي اسمها اوبوننز اكشن، ثم هاند جريب امسك. نفس الكلام اللي بتعمل الناحيه الثانيه اهو، ها اتني صابع افرد صابعك ابعدهم ضمهم، اعمل حلقات ما تعدينيش منها، ها امسك صباعي وسيب، ها طب الكلام واضح ولا لا؟ بعد كده ها اتني كفك افرد كفك، ها اتني كفك افرد كفك. بعد كده اتني كوعك افرد كوعك، اتني كوعك افرد كوعك. ها الشولدر الاثنين مع بعض فوق تحت بره جوه، شغال زي الفل يعني نورمال بار. هو انا ليه بثبت الجوينت اللي بعد انا بفحصه؟ ليه بثبته؟ انا بقى اشتغل على الصابع فانا بثبت من هنا مش حركه ما تجيش من الريست. انا لو ما ثبتتش وقلت له حرك، بص هيحرك هحرك دراعه كله، انا مش عايزه يحرك دراعه كله كده، انا عايزه يحرك حاجه واحده، فلازم اثبت الجوينت اللي بعدها. يا رب يكون الكلام واضح. نفس الكلام يا ولاد في اللور ليمب، هعمل ايه؟ هاجي من تحت كده، ايدي هتيجي هنا وهثبت هنا، بقول له صوابعك لتحت، ها صوابعك لفوق، ها الناحيه الثانيه صوابعك، بحط صباعين بس، صوابعك لتحت صوابعك لفوق، العب بلانتر فليكشن دورس فليكشن. بعد كده هثبت من فوق شويه، ادي مساحه للانكل، وش رجلك لتحت وش رجلك لفوق، ها وش رجلك لتحت وش رجلك لفوق، ها اتني ركبتك اتني ركبتك، ها شايف ايدي منين؟ خدها عليك جامد، ها زق الناحيه الثانيه اتني ركبتك زق فخدك لفوق الهيب لتحت، بحط ايدي من هنا عشان ما يديش ركبته لبره لجوه. يبقى انا كده عملت الباور اجينست ريزيستنس، يبقى لو عرف يعملها وداوت ريزيستنس اعملها اجينست ريزيستنس. حتى الترانك ممكن اعمله يا ولاد. اعمل الترانك ازاي؟ اول عين هم هم، بس هم يسند على ايده، انا اقول لا هم وايدك ورا ظهرك او انت مربع ايدك كده، عارفين تمرين البطن هو مربع هم بقى كده بيعتمد على الترانك. لو حبيت اعمل ريزيستنس احط ايدي هنا او احط ايدي هنا، يبقى انا اعملها اجينست ريزيستنس. ده بالنسبه للترانك. هنقف وقفه، احنا كده عملنا الباور ودوت ريزيستنس ثم عملناها اجينست ريزيستنس. من اهم الاسئله في النيورولوجي كله كسؤال كلينيكال يقول لك الجريد اوف باور، ودي حاجه مهمه جدا يا ولاد. هو من 0 ل 5 يعني بياخد 6 جريدز، 0 كومبليت باراليسيس، يعني مثلا ايه انا الاوردر بتاعي عايز اقول عن ايه اتني كوعك مثلا، يعني فانا بقول له اتني كوعك ما فيش حاجه خالص، ابص على البايسبس اللي هتشتغل ولا الهواء ولا بتعمل اي حاجه في اي حاجه، واخد بالك؟ يبقى دوت ياخد جريد ايه؟ جريد 0 جريد 0 اللي هو يحصل كومبليت باراليسيس. في واحد تاني اقول له اتني كوعك، فتلاقي البايسبس عماله تعمل كونتراكشن، يحصل فيها فليكرنج كونتراكشن بس مش قادر يحرك حاجه، تاخد جريد 1. يبقى جريد 0 كومبليت باراليسيس، جريد 1 يحصل جاست فليكرنج وداوت اكتف موفمنت، جريد 2 اكتف موفمنت وايت جرافيتي از اليمينيتد. يعني ايه؟ انا بقول له ايه يا ولاد؟ بقول له اتني كوعك، فهو دراعه مريح كده على السرير يقعد يحرك دراعه كده بس مش قادر يرفعه اجنست الجرافيتي. اكتف موفمنت واي جرافيتي از اليمينيت من الحركه الهوريزونتال، هو مش قادر يرفعها ضد الجاذبيه، بس الحركه كده كده بس مش قادر يرفعها ضد الجاذبيه، ياخد جريد 2. جريد 3 اجنست جرافيتي لكن تعمله مقاومه مش قادر، هو اجنست جرافيتي بس. جريد 4 يا اولاد، ها جريد 4 اجنست سم ريزيستنس تقاومه شويه. جريد 5 اللي هو الفول باور اجنست فول ريزيستنس. كمان مره الله يبارك لكم، زيرو كومبليت باراليسيس، واحد جاست فليكرنج بس مش بيتحرك حاجه، اثنين بيتحرك كده بس مش قادر يتحرك ضد الجاذبيه، ثلاثه اتحرك ضد الجاذبيه، اربعه اتحرك ضد شويه باور يعني شويه ريزيستنس، خمسه اللي هو النورمال باور. هذا الجريدنج اقسم بالله سؤال هام جدا 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 جدا. شوفوا بقى من الاسئله المشهوره جدا جدا في كل الجامعات، يقول لك اكزامين سمول ماسلز اوف هاند. طبعا المفروض انك تفحص، احنا على فكره احنا بنشتغل احنا فحصنا كل العضلات، وكل عضله ليها اسم وليها روت، ودي هتيجي لما نحفظ السنتنس بتاعت الريفلكس ده، نعرف اسم العضله ونعرف الروت بتاعتها وتبقى سهله يعني مع الوقت، خليها بعدين. لكن اللي هتحفظها لي هنا اللي هي السمول ماسلز اوف هاند، عشان ده سؤال مهم جدا. السمول ماسلز اوف هاند، بص يا ولاد، اللي هيعمل فليكشن هتعمل اكستنشن وابدكشن وابدكشن وبوننس اكشن، والعضله دي الابدكشن بتاع الثمب والريست، الروت بتاعهم سي 8 وتي 1،
بص عليا، فليكسور ديجيتورم، اكسنسور ديجيتورم، دورسال انتر اوسياي، بالمر انتر اوسياي. اللي هتحط الهند في الرايتنج بوزيشن، رايتنج بوزيشن هذه اسمها لامبريكال ماسلز. اللي هيسبح اوبوننس بوليسز، واللي يعمل ابدكشن للصمب، ابدكت للثمب، ابدكتور بوليسز بريفيس. كمان مره، فليكشن الاصابع، فليكسور ديجيتور، اكستنشن الاصابع، اكستنسور ديجيتور. على فكره فليكشن للريست، فليكسور كارب رادياليس والماريس، واللي يعمل اكستنشن اكستنسور كارب. على فكره اربعه سهلين اهو، والله اربعه سهلين. ها، فليكسور ديجيتور، اكستنسور ديجيتور، فليكسور كارب، اكستنسور كارب. خلاص، اللي يعمل ابدكشن دورسال انتر اوسيال، اللي يعمل ادكشن بالمر انتر اوسيال، رايتنج بوزيشن لومبريكال ماسلز. اللي هيعمل هيسبح، وانا بعمل كده بقى عندي حلقات كده. ها، اوبوننس بوليسز. طيب اللي يعمل ادكشن كده للثمب، اللي بتزق كده وانا بحس الكونتراكشن هنا، دي اسمها ادكتور بوليسز بريفيس. ادكتور بوليسز بريفيس، كل دول على فكره سي 8 وتي 1 سؤال مشهور. عارفين اصلا في سؤال كده ايه اسمه، ايه اسمه؟ سؤال اوسكي، يقول لك اكزامين هاند. تقعد بقى تشوف السكن والهير والنيل ومش عارف ايه الكلام، ومن ضمن الحاجات تقول له نو ويستنج اوف ماسلز، يقول لك مين الماسلز؟ ايه الاكشنز اوف ماسلز؟ والله العظيم سؤال قتل بحثا، وسؤال هام جدا 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 جدا، اوصيكم به خيرا. طبعا لسه بقى في عضلات كتير هنقعد نتكلم عليها في وقتها، لكن يهمني دلوقتي كاكزامينشن. انت بتفحص، انا بشوف الانسبكشن ماسل ستيت، بالبيشن فور ماسل تون، بالكشن فور فاسيكيوليشن اند مايتونيا، بفحص الباور وداوت لو عرف يشتغلها، اعملها اجينست ريزيستنس، وان كان في بعض الجامعات بيعملوا اجينست ريزيستنس مره واحده ما يجراش حاجه. لو كانت الباور بتاعتك كويسه وتسمح ان احنا نفحص، ابدا اعمل الكوردينيشن. لو كانت الباور بتاعتك كويسه وتسمح بالفحص، نبدا نعمل حاجه اسمها كوردينيشن. بعمل يا اولاد الكوردينيشن مرتين، مره والمريض مفتح، ومره والمريض مغمض. مره والمريض مفتح عشان نفحص السيربيلم، ومره لما يغمض عشان بيساعده الديب سنسيشن. هنفحص ازاي الكلام ده؟ هوريكم وبعدين نتناقش. لو سمحت يا ورشه، وانت مفتح عينك عايز من بعيد صباعك كده على مناخيرك الناحيه الثانيه، يبقى اسمها فينجر تو نوز تيست. يا ورشه لو سمحت، وانت مفتح صباعينك الاثنين كده من بعيد يقابلوا بعض. تمام، لو سمحت وانت مفتح صباعك من بعيد على صباعك، من بعيد على صباعك. بصوا بقى، فينجر تو نوز، فينجر تو فينجر، وفينجر تو دكتورز فينجر. هذا في الابر ليم، حلو كده؟ في اللور ليم لو سمحت، وانت مفتح انا عايز كعب رجلك ده على ركبتك دي، ويمشي على قصبة رجلك. مش عارف ازاي؟ هو العيال بيقول لي مش عارف، فانا اروح ماسك رجله كده واروح اقول له الحركه دي انا عايزك تعملها لوحدك يلا وانت مفتح. بص عليه، عملها، اسمها هيل توني تيست. الكلام ده وهو مفتح، يبقى انا كده اختبرت السربيلا من ناحيتين طبعا، وتقعد تشوفها، فاهمني ولا لا؟ طيب، وانت مغمض عشان تجيب سنسيشن، هات صباعك من بعيد على مناخيرك. وانت مغمض صباعنا كده الاثنين يقابلوا بعض. طبعا بطل هبل، ما تقولش انت مغمض صباعك على صباعي، فاهمني ولا لا؟ تقول صباعك على صباعي هيجيب عينك، ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها كده. وانت مغمض عايز كعب رجلك على ركبتك تمشي على قصبة رجلك. الناحية التانية. شغال زي الفل. طيب، ايه بقى الانتربريتيشن بتاع هذا التيست؟ انت التيست هيبقى فيه مشكلة. بص بقى عليا، شكلها شغال طبيعي اهو. ايه اللي ممكن يحصل؟ لو واحد عنده مشكلة مثلا في السيربيلم وهو مفتح، حضرتك بتعمل ايه؟ يعني عنده مشكلة في الكوردينيشن، تقول صباعك على مناخيرك يقعد يحصل له تريمرز. بس التريمرز فيها صفتين، انتنشن وكاينتك، وهو ثابت مفيش حاجة. لما بدا يتحرك بدات تحصل، يبقى اسمها كاينتيك. وبعدين انتنشن بتزيد قوي كل ما اقرب للتارجت، كل ما اجي عند التارجت كل ما تزيد، كل ما اجي عند التارجت كل ما تزيد. ها هات كده صباعي، فهو بادئ كويس، وبعدين كل ما يقرب كل ما يزيد معاه. يبقى دي اسمها انتنشن كاينتيك تريمورس، كاينتيك مع الحركه، تريمورس رعشه، كاينتيك مع الحركه، انتنشن يعني بتزيد كل ما يقرب للتارجت بتاعه. في ناس ثانيين لا، ما يحصلش تريمورس، يحصل دي كومبوزيشن. ها صباعك على خيرك، بص المفروض تمشي كده، بص يعمل كده. حركه مقطعه، هو عملها بس ماشيه مقطعه. في حد تالت يحصل له ديسمتريا، انا بقول له صباعك على مناخيرك، بص اعمل كده. هايبرمتري او هايبومتري، ما يجيش على التارجت. وعلى فكره في حد يحصل له اثنين، وفي حد يحصل له التلاته. فاهميني ولا لا؟ يعني ممكن كله يحصل. طيب، وهو مفتح عشان السربيلا، وهو مغمض علشان الديب سنسيشن. عايز اقول حاجه، الله يبارك لكم، ركزوا معايا، انا هعمل فور اكزامبلز وانتوا قولوا لي عنده ايه.
هات صباعك وانت مفتح على مناخيرك، طب وانت مغمض، انا كده تمام، سيربيلوم تمام وديب سنسيشن تمام، وانا مغمض عشان ديب سنسيشن، ما اتفقنا الكوردينيشن سيربيلوم وديب سنسيشن، انا كده الاثنين تمام. وانت مفتح هات صباعك على مناخيرك، وانت مغمض هات صباعك على مناخيرك، انا كده عندي مشكله في الايه؟ في الديب سنسيشن، يبقى اسمها سنسور اتاكس. طب وانت مفتح هات صباعك على مناخيرك، بصوا عليا كده عندي سيربيلا ليجن. طب وانت مغمض هي بالظبط سيربيلا بس. الحاله الرابعه وانت مفتح صباعك على مناخيرك، طب وانت مغمض انا عندي الاثنين ميكس اتاكسيا، يبقى في سيربيلر اتاكسيا وفي سنسوري اتاكسيا وفي ميكس اتاكسيا. لو ظهرت وهو مغمض بس يبقى دي اسمها سنسوري، لو هو مفتح وما زادتش لما غمض يبقى اسمها سيربيلا، لو ظهرت وهو مفتح وزادت لما غمض يبقى اسمها ميكس اتاكسيا، يبقى سيربيلر وديب سنسيشن. اظن الكلام وانا بعمل الحاجات دي واضح جدا من كلامي. ايه بقى واضح يا اولاد من كلامي؟ ها ان انا هعمل حاجات، هعمل حركات وحرك ايدك وحرك رجلك، لا تفحص الكوردينيشن الا بعد الباور، لا تفحص الكوردينيشن الا بعد الباور. فاذا كانت الباور لا تسمح بفحص الكوردينيشن ان شاء الله عمره ما تفحص. دكاتره شغلوا مخكم معايا، واحد عنده هيمبليجيا في الناحيه اليمين مشلوله اصلا ما بتتحركش، فانا جيت اعمل الويكنس هنا اعمل الباور لقيتها ضايعه، هعمل كوردينيشن في الناحيه الشمال الشغاله بس. ما ينفعش اصلا يبقى حد عنده هيمبليجيا في الناحيه اليمين تقول له هات صباعك اليمين على مناخيرك، ازاي؟ يا اخي حرام عليك. يجي لك حد عنده بارابليجي عنده شلل في رجلين الاثنين تقول له هات كعب رجلك على ركبتك ومشي على اصابع رجلك، لو راجل ما ينفعش يا اولاد. لازم الاول اشوف الباور. والله العظيم هذا الكلام حصل. جيت في سنه من السنين كنت قاعد على حاله اوسكي، حاله نيورولوجي، حاله بارابليجي والله. قاعد في الامتحان فكان السؤال اللي جنبه سؤال اوسكي، فبيقول لك ايه؟ اكزامين كوردينيشن. والله العظيم الطالب اللي كان بيدخل هو السؤال كده اكزامين كوردينيشن، الطالب اللي كان بيدخل يقول لي ايه؟ يا دكتور انا قبل ما اعمل كوردينيشن انا هشوف الاول الباور، ما كنتش بكمل كنت باخد درجه ويمشي. يبقى دي كلمه مهمه، لا تفحص، اكتبوها بالعربي. لا تفحص الكوردينيشن الا بعد الباور. لا تفحص الكوردينيشن الا بعد الباور. فاذا كانت الباور لا تسمح بفحص الكوردينيشن ان شاء الله عنها ما تفحصت. كلمه اخيره، احنا كده عملنا موتور سيستم كاكزامينيشن، هذا الموتور سيستم كاكزامينيشن اللي انا قلته بالظبط هيتذاكر في بعض تكات كده سبيشال ماسلز لسه هنشرحها بعدين بالتفاصيل. ما تذاكرش اللي انا قلت عليه بس في هذا الفيديو دلوقتي، دوت اللي احنا محتاجينه في الوقت الراهن بس عشان الدنيا ما تكركبش علينا. هندخل بعد كده فاصل وندخل على الخطوه اللي بعدها اللي هي كلمه ريفلكسز. النقطة رقم 6 يا اولاد في النيورولوجيكال اكزامينيشن اسمها ريفلكسز، عندنا سوبرفيشال وعندنا ديب ريفلكسز. السوبرفيشال المشهورين في الجسم طبعا هم البلانتر والابدومينال والكورنيال. الكورنيال تبع الكرينال نيرفس، البلانتر والابدومينال هنعملهم دلوقتي، وفي حاجات مش بتتعمل، حاجه اسمها انال وجلوتال وكريمستيريك اعرفهم كاسماء فقط. الحقيقه البلانتر ريفلكس هو حيران، الناس تقول لك عليه سوبرفيشال، ناس تقول لك عليه ديب، ناس تقول لك ده بريماتيف ريفلكس، يعني كان مش موجود في كان موجود في الاطفال في الانفنس، لما كبروا بدا يختفي لان البرامدل حصل له ماتيوريشن، لما البرامدل اتضرب يبدا يظهر تاني. ناس تقول لك عليه باثولوجيكال، مثلا ماكلويد العظيم مسمي البلانتر ريفلكس ده باثولوجيكال ريفلكس. هو كل حاجه ليها اللي ليها وعليها اللي عليها. فكك من الحوارات، انا عايز كلمه ان في حاجه اسمها بلانتر ريفلكس. البلانتر ريفلكس بنعمله ازاي؟ بنجيب بلانت اوبجكت وليكن ظهر الهامر ده او مفتاح، باجي بايدي الشمال وامسك رجل عين كده وباجي اعمل سكراتش كده لاترال من هنا كده وانا ماشي كده، شايف 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 خد الاتجاه ده اسمه بلانتر ريفلكشن، ده نورمال ريسبونس اهو الناحيه الثانيه، لازم اثبت من هنا كده يعمل بلانتر فليكشن. ايدي الشمال دي لازمتها ايه يا ولاد؟ ان انا ممكن اجي اعمل كده لحد يروح ساحب شوط، وانا والله ما اتفقنا يعني هو سحب رجله ما ينفعش، فلازم ايدي الشمال تبقى عامله سبورت كده واجي اعمل سكراتش كده واشوف الريسبونس اللي حصل. ده ريسبونس طبيعي جدا اسمه بلانتر فليكشن. السنتر اس 1 و2 ملي اس 1، اي حاجه في المنطقه دي السنتر بتاعها هو اي ريفلكس ليه افرنت وليه سنتر وليه افرنت وبيشتغل على عضله معينه. فلما اقول لك السنتر اس 1 واس 2 ملي اس 1 يعني هو راح في الروت بتاعت اس 1 واس 2 ورجع في المودو روت بتاعت اس 1 واس 2 وراح للسيجمنت بتاع السباينال كورد اس 1 واس 2، فهمت قصدي ولا لا؟ دي فكره السنتر. اي ريفلكس بتبقى عارف التكنيك بتبقى عارف السنتر. اللي حصل هنا ده نورمال ريسبونس، ما هو حد طبيعي ما عندوش نيورولوجيكال ديزيز. ايه رايكم؟ جيت اعمل كده يا ولاد لقيت صباع ده طلع لفوق. لو صباعه طلع لفوق كده دي اسمها دورسي فليكشن او اكستنسور بلانتر، ودي الكلمه الشيك.
يطلع لفوق. انا هعمل سكراتش كده يروح طالع اهو يطلع كده. ده اسمه اكستنسور بلانتر دورسيفليكشن او اب جوينج طالع لفوق او يسموه بوست بابنسكي ساين. اصل الطريقه اللي بنعملها دي اسمها بابنسكي فبيسموه بوست بابنسكي ساين. ولو حصل كده دورسيفليكشن اكستنسور بلانتر ممكن تحصل مع البرامدال تراكت ليجن, تحصل في طفل صغير اقل من سنه, انفنت اقل من سنه, تحصل لو واحد في ديب سليب او ديب كوما او اندر جنرال انستيزيا. بس بصراحه يعني سيمبلي كده, هل ده طفل اقل من سنه؟ هل ده لا قدر الله في ديب كوما او اندر جنرال انستيزيا او نايم؟ لا, راجل زي الفل معانا. فبالتالي هي شور ساين فور ابر موتور نيرون ليجن, لان الاربع حاجات الثانيه اللي تعمل بوست بابنسكي ار ايزلي اكسكلودد. مرات اجي اعمل الريفلكس ده في حد يحصل له دورسيفليكشن وتلاقي الصوابع الاربعه التانيين بص يعملوا كده فاننج. احنا لقينا هنا في بوست بابنسكي, هو لا طفل اقل من سنه ولا في ديب سليب ولا ديب كوما ولا اندر جنرال انستيزيا, فبالتالي بيعتبروه شور ساين فور ابر موتور نيرون ليجن برامدال تراكت ليجن. يبقى البوست بابنسكي بتعمل اكسكلوجن الاربع حاجات الثانيه فهو بيتحط شور ساين فور ابر موتور. بص برضه في كلام مهم يا اولاد, مرات اجي اعمل لواحد هذا الريفلكس غير الدورسيفليكشن يحصل فاننج, تلاقي الاصابع ايه يبعدوا عن بعض. الفاننج ده تساوي اكسترا برامدال, وغالبا بيكون الليجن في اريا فوق اسمها اريا 6 بري موتور اريا. هنا بيحصل حاجه اسمها ايه؟ بيحصل كلمه اسمها فاننج ودي معناها اكسترا برامدال ليجن. البلانتر ريفلكس ده اهميته في سبع علماء كل واحد عمل طريقه وسماها باسمه. وطبعا يا طالب الطب احفظها. في واحد عمل ايه يا ولاد؟ جه على الصباع اللي هو هنا في الجنب ده كده, الصباع الصغير كده, وراح شده لبره. فلقى نفس الريسبونس بيحصل معاه. كان اسمه سترينسكي, كان ابن اخت البابنسكي فسماها سترينسكي صار. ده واحد. في واحد مسك الصباع الثالث, او احنا بنعد من هنا 1 2 3 4 يا 3 4 وعمل لهم بلانتر فليكشن اهو بلانتر, فحصل نفس الريسبونس. ها وكان اسمه جوندا فسماها جوندا. في حد ثالث قال لك ايه؟ بابنسكي اشتغل من تحت, انا اشتغل من فوق هنا كده بالمنظر ده وحصل نفس الريسبونس شادوك. وده سهل انتوا بتحفظوه, اسمه شادوك كانه الشادو بتاع البابنسكي. يعني بابنسكي بيشتغل من تحت وشادوك بيشتغل منين؟ من فوق. سترينسكي بيشد الصباع الاخير, جوندا بيعمل بلانتر فليكشن للصباع الثالث او الرابع. جون بقى المصريين ملوك الفهلوه زي ما انتوا عارفين, قال لك يعني بابنسكي شغال من تحت وشادوك شغال من فوق وسايبين الجنب, فجه اشتغل من الجنب. ده اسمه براده براده براده, مصري من شبرا على فكره واسمه حسن وعلي حب. ماشي. في هنا كمان جوردون عمل سكويز, جوردون مش جوردون ها, جوردون عمل سكويز للكاف ماسل كده يحصل نفس الريسبونس. هنا شوفير السواق بتاعه بيعمل سكويز كده نفس الريسبونس, يعني واحد ماسك الكاف ماسل من فوق واحد ماسكها من تحت. جه واحد قال انتوا ماسكين من ورا ما تمسكوا من قدام فعمل كده, اسمه اوبنهايم. اوبنهايم بيعمل سكويز كده. اوبنهايم مرات يا ولاد يعملوا البابنسكي يقووه بطريقه ثانيه, يعني يعمل حاجتين مع بعض, يعني يعمل ايه البابنسكي ومعاه كمان اوبنهايم مع بعض. دي كلها اذر ميثودز تو اليسيت بلانتر ريسبونس. سترينسكي, جوندا, شادوك, براده, جوردون, شوفير, اوبنهايم. ماشي. انا مره بعمل كده العيان حصل نفس الريسبونس اهو, بعمل كده يعمل نفس الريسبونس. يلا ها هو بعمل كده نفس الريسبونس. ها علام تكنيك عادي جدا, وانت ممكن تعمل عاطف تكنيك, كل واحد يعمل تكنيك ويسميه الاسم ولا يهمنا اي حاجه. لكن اهم واحد يا اولاد الله يبارك لكم, عذروا كل حاجه بس اهم واحد هو الطريقه بتاعه برنامجي, هو المشهور, هو الاهم, هو اللي عليه العين, وده اللي تعمله اول واحد. ما تعملش الباقيين غير لما تبلغ الله يبارك لكم. بلاش الطالب الرخم. عارفين الطالب الرخم؟ في طالب رخم الدكتور يقول له اعمل لي البلانتر ريفلكس, يقول له انا اعرف 8 طرق اختار لك طريقه منهم ينفع؟ ها يقول لك لا انا هم 10, ازاي انت عارف 8 بس؟ عشان كده الطالب الشاطر حاضر يا دكتور يعمل الطريقه التقليديه اللي هي البابنسكي. على فكره اما كلويد العظيم مش كاتب غير البابنسكي وبيعمل الطريقه دي بس, لكن احنا ازاي نكلكع الدنيا عليك ونحفظك حاجات مالهاش لازمه عشان تنسى بيها الحاجات المهمه؟ نقول لك احفظ لك 8 طرق تعمل منهم البلانتر ريفلكس. لو جه واحد عملت له البلانتر ريفلكس ما ادكش اي ريسبونس, نو بلانتر فليكشن اور دورسيفليكشن, يبقى اسمها ايكويفوكال, ربما يكون لسه في بدايه البرامدال, ممكن شوك ستيج ولا حاجه, ممكن يكون مش حاسس, عنده هايبوثيزيا او انستيزيا في الصول افوت, ممكن يكون عنده توتال باراليسيس في البيكتو يكون عنده شلل, او عنده لور موتور نيرون ليجن في اس 1 اللي هو السنتر بتاعنا فما يظهرش معانا اي ريسبونس بالمره. ده اسمه بلانتر فليكس. بعد اذنك يا امير.
في حاجه يا اولاد اسمها ابدومينال ريفلكس. ابدومينال ريفلكس من تي 6 لتي 12 ده السنتر كده. دايما بستخدم توز بيخلي السنان او ظهر الهامر ده وبعمل سكراتش كده. بص كده حصل كونتراكشن حصل كونتراكشن واجي في النص كونتراكشن 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 كونتراكشن. كل حركه بتعملها بيحصل معاها كونتراكشن ده اسمه ابدومينال ريفلكس. هذا الابدومينال ريفلكس من تي 6 لتي 12. هذا الابدومينال ريفلكس له اهميه عظمى في النيورولوجي. اقول لكم حاجه بعد الشر عليه طبعا. لو فرضا في هيمبليجيا في الناحيه الشمال هتيجي تعمل الريفلكس في الناحيه اليمين هيظهر في الناحيه الشمال مش هيظهر. الا تذكرون ان السوبرفيشال ريفلكس يفقد في الابر موتور تحت الليفل؟ لما يبقى عندي هيمبليجيا الليفل فوق فكل الناحيه دي بارالايزد فيحصل في الناحيه السليمه ما يحصلش في الناحيه الثانيه. لو عندي بارابليجيا بسبب ابر موتور الابر موتور مضروب وجيت اعمل ابدومينال ريفلكس يعني البرامدل نازل كده. لو البرامدل اتضرب فوق تي 6 هتلاقي الابدومينال ريفلكس مضروب على الناحيتين. يعني تعمل مفيش حاجه مفيش حاجه مفيش حاجه مفيش حاجه. لو البيراميدال لو البيراميدال ها لو البيراميدال مضروب تحت تي 12 تحت تي 12 ها فبالتالي يا اولاد ها هيظهر كله هتلاقي موجود وموجود وموجود وموجود. لو البيراميدال مضروب عند تي 10 هتلاقي النص اللي فوق شغال والنص اللي تحت لا. يعني اذا هذا الابدومينال ريفلكس ممكن يطلع الليفل في حالات النيورولوجي. كان ديتكت الليفل ركزوا معايا. لو انا عندي حاله دلوقتي بارابليجيا هو من تي 6 لتي 12 بارابليجيا والبرامدل مضروب فوق تي 6 مضروب هنا فوق 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 فخلاص كله ضايع تحت. طب مضروب تحت تي 12 كله شغال عند تي 10 النص اللي فوق شغال النص اللي تحت لا. يلا امبليكاس دي عند تي 10 اصلا. هذا الابدومينال ريفلكس له اهميه حيث انه ليفلنج ريفلكس. اصل بصراحه يا اولاد احنا نحب قوي الليفل في النيورولوجي. مش احنا اتفقنا من اول يوم؟ ما انا ما عنديش غير كلمتين يا اولاد واطي الزريجن ولي الزريجن. لما يجي الابدومينال ريفلكس ويطلع لك الليفل حاجه حلوه ولا لا؟ اعتقد دي حاجه عظيمه مش حاجه حلوه بس. طيب دول السوبرفيشال المهمين دلوقتي. الديب ريفلكسز بقى في ديب ريفلكسز في الابر ليمب وفي ديب ريفلكسز في اللور ليمب. الديب ريفلكسز لازم كل واحد تبقى عارف السنتر بتاعه والتكنيك بيتعمل ازاي. ليه صور وادي الفيديو الهدف ان احنا نوضح الحاجات دي. انا عندي في اللور ليمب 2 ديب ريفلكسز اللي هما النيو والانكل بطني رجل العيان تبقى الكعب بتاعه جاست تاتش. لا انا رافع مشعلق ولا انا سايق بين الاثنين. لازم تكون العضله مكشوفه وعيني عليها. بمسك الهامر من الطرف كده وبطلع دي العظمه ادي التندون وادي التندون وبمسك الهامر ويقع بالويت وعيني على العضله. هات عيني يا عاطف هات عيني. فاهمين ببص فين؟ ببص على الايه؟ على الكونتراكشن بتاع العضله. ما تبصش على رجله. لازم تدخل اول حاجه تعملها تكشف العضله. لو لابس بنطلون ضيق او حاجه لازم ترفعها لغايه فوق العضله تكون مكشوفه وتبص عليها. على فكره في طالب بيدخل يكشف العضله كل حاجه ويجي يشتغل ويبص لي هنا. طب يحبل بتكشفها ليه؟ انا بكشف العضله عشان اشوفها. دكاتره ممكن اي حد يعمل ينطر لي رجله مش كده ولا لا؟ يبقى الهدف ان انا ابص على الكونتراكشن. الحاجه الثانيه بضرب على التندون بعدكم بيضرب على العظمه دي مشكله. الحاجه الثالثه شايف يا دكتور ماسكه الهامر بتاعي ازاي؟ ماسكه من الطرف وبيقع بالويت كده. ده التكنيك المظبوط. بنات الطب الرقيقه راح ماسكه الهامر كده يا صلاة النبي. ايه بقى؟ ما ينفعش. لازم الهامر يقع بالويت بتاعه. يبقى لازم الخبطه بتاعتي ستاندرد في كل مكان. ده اسمه ني جيرك وده نورمال ريسبونس والسنتر ال 2 3 4. انكل ريفلكس بطني رجل عين كده بطني هنا 90 درجه وهنا 90 درجه وباجي اعمل يا ولاد دورس فليكشن مع ايفرجن كده. وادي هنا دي العضله وادي التندون وبضرب عيني على العضله. وبشوف الكونتراكشن. انا عملت ثلاثة على فكره ده بيغلبكم 90 درجه اهو 90 درجه وصباعي اهو شايف الثمب مع الثمب كبير مع الكبير يعني الثمب مع البيك تو كده. وبضرب هنا وعيني هنا شايف المنظر ولا لا؟ عايز اعمل الناحيه الثانيه اهو بدني 90 درجه ها 90 درجه ها دورس فليكشن مع ايفرجن وعيني على مين؟ وعيني على العضله اهو. مفهومه؟ ها يبقى دي حاجه اسمها ها ني جيرك سوري انكل جيرك. السنتر اس 1 و2 مينلي اس 1. طيب دول كده في اللور ليمب. انا هكمل بس عشان ما انتوش. لو لقيت في اللور ليمب في هايبر ريفلكسيا هدور على باثولوجيكال ريفلكسز وكلوز. باثولوجيكال ريفلكسز في اللور ليمب اثنين باتيلر وادكتور. باتيلر بعمل ايه؟ باجي على الباتيلر احط صباعي زي سكينه كده وازق وبمسك الهامر. دايما بستخدم الناحيه المدببه دي يا اولاد من الهامر لما اكون بضرب على صباعي الناحيه العريضه على التندو مباشره كده بضرب كده. ما فيش حاجه طبعا ده باثولوجيكال نورمالي ابسنت.
السنتر ال 2 3 4 اهو بزق كده وبضرب كده بزق كده وبضرب كده. الادكتور بعمل شويه ادكشن. العظمه دي اسمها ادكتور تيوبيركل ماسك هنا التندون بتاع الادكتور ماجنس في عضله هنا ماسكه. فانا حاسس الكونتراكشن حاسس التندون بتاع العضله والعضله اهي فانا بضرب كده. محدش ينزل هنا عند الهامسترنج غلط هنا. السنتر ال 4 هاجي تحت هاجي الناحيه الثانيه اسف ادي العظمه وادي التندون هاد الثمب كده وعيني على هات عيني عاطف عيني على العضله لازم عيني تكون متجهه ناحيه مين؟ ها ناحيه العضله والسنتر هنا بيكون ال 4. عندي اثنين كولونز حاجه اسمها باتيلا كولونز وحاجه اسمها انكل كولونز. باتيلا كولونز باجي على الباتيلا كده من فوق وازق تقعد تقابلني بلازم الكونتراكشن اهو. طبعا هنا ما عندوش هو هنا ما عندوش مشكله ده لازم يكون في ابر موتور اصلا. الانكل طبعا الباتيلا كولونز ال 2 3 4 الانكل باجي 90 درجه و90 درجه وبعمل ايه يا ولاد؟ دورس فليكشن كده شويه بلانتر فليكشن ثم صادم دورس فليكشن لو عنده كلوس يقعد يقابلني بريزم كونتراكشن. تقعد تتحرك كده، طبعا ما عندوش الكلام ده، اس 1 و2 ملي اس 1. من الواضح ان اي حاجه هنا اس 1 و2 ملي اس 1. ان اي حاجه هنا ال 2 3 4 الى الادكتور ال 4 بس. اي حاجه هنا اس 1 و2 ملي اس 1، اي حاجه هنا ال 2 3 4 الى الادكتور ال 4 بس. ومن الواضح برضو ان احنا عملنا اربع اتنينات، عملنا اتنين سوبرفيشال بلانتر وابدومين. عملنا اثنين ديب نيو انكل وعملنا اثنين باثولوجيكال ها الدكتور وباتيلر وعملنا اثنين كولونس باتيلر وانكل يبقى ده شغل اللور ليمب. نيجي الابر ليمب. الابر ليمب باجي بعمل ايده كده في زاويه 120 او 130 درجه 120 درجه كده وبكشف العضلات باجي بستخدم اعمل بايسكس بستخدم الاندكس بتاع ايدي الشمال وبحطه على التندون بتاع البايسكس وبضرب على التندون وعيني على العضله الناحيه الثانيه اهو. بعمل ايده كده شويه براكيولا دياليس بضرب هنا وعيني على العضله لو في كونتراكشن اهو براكيولا دياليس كده وبضرب هنا. هو بس ملحوظه معظمكم عارف. بص يا ولاد وانا واقف كده في الاناتوميكال بوزيشن لما اعمل فليكشن اللي بيعمل كده البايسبس وانا واقف كده في الميمبرون بوزيشن اللي بيعمل فليكشن اللي بيعمل كده ها هو البراكيولا دياليس. يعني الفرق بين الاثنين بيعملوا ايه؟ فليكشن بس واحده في الاناتوميكال بوزيشن واحده في الميد برون بوزيشن وانا ايدي بين السوبينيشن والبرونيشن. فاللي بيعمل كده هو مين؟ ها هو البراكيولا دياليس. اللي بيعمل كده هي البايسبس الاثنين سي 5 و6. الترايسبس بخلي ايده في زاويه كده 90 درجه اهو وبكشف العضله وببص عليها ها الناحيه الثانيه اهو 90 درجه ادي العضله اهي. طب بص هنا وبنضرب هنا سي 6 و7 ده نورمال ريسبونس. من الواضح ان هو طبيعي الريسبونس بتاعنا طبيعي. طب لو فرضا انا بسالكم لو فرضا في عندنا هايبر ريفلكسيا اروح مدور على باثولوجيكال ريفلكسز وكلونس. باثولوجيكال العضله دي اسمها سوبر سباينيتس خليه يحط ايده جنبه كده بكشف العضله هنا واروح ضارب عليها كده. طب ده كده ها الدلتويد بحس التندون وبضرب عليه. البكتوراليس بحس التندون كده عامل قدام وبضرب عليه. اعمل ادكشن خدوا بالكم السوبر سباينيتس والدلتويد هيعمل ابدكشن. البكتوراليس التندون بتاعها اهو هيعمل ابدكشن. على فكره كل دول باثولوجيكال يا اولاد يعني نورمال مش موجود عندنا. هو البرامدل كان بيعملوه هنا عشان انضرب البرامدل يبداوا يظهروا. في ثلاثه بيغلبوكوا بقى اللي هم ريليتد للاصابع هم باثولوجيكال. بحط صوابعي تحت صوابعه واضرب على صوابعي انا بص كده لو حصل عنده فليكشن اسمه فينجر فليكشن تيست اهو اسمه فينجر فليكشن. هو مش موجود طبعا. في واحد تاني اسمه وارتنبرج بشد صوابعي مع صوابعه شايف الصمب عندي والصمب عنده. لو فرضا هو عنده نيورولوجيكال ديزيز ابر موتور تلاقي الصمب بتاعه دخل جوه كده ده اسمه وارتنبرج او فارتنبرج. هو تاني انا بفرد كده وكده وانا شد وهو يشد ده الطبيعي. ابنورمال ايه؟ يحصل ابدكشن كده وفليكشن. وبعدين هوفمان بمسك كده من الجنب واشد العقله دي لتحت كده يحصل فليكشن في الاصابع الاخرى يقفل كده ها ها اسمه ايه؟ هوفمان تاني. حط صوابعي تحت صوابع واضرب على صوابعي انا بص يا دكتور ها فينجر جيرك وارتنبرج هوفمان ساين فينجر جيرك وارتنبرج هوفمان ساين اخر مره ها قول معايا بقى فينجر جيرك وارتنبرج وهوفمان ساين. وبالمره بقى تروح عامل ريست كلونس تعمل كده مره واحده قبلك بريزم كونتراكشن لو كان عنده كلونس كل المنطقه دي سي 8 و تي 1 كل الحته دي سي 8 و تي 1. بص يا ولاد
الموضوع طبعا محتاج ان انت تمارسه بايدك كتير وهيبقى سهل. واحد اثنين اثنين ثلاثة اربعة اربعة بس. خمسة ستة خمسة ستة ستة سبعة ثمانية واحد. واحد اثنين اس واحد واثنين. اثنين ثلاثة اربعة ال اثنين ثلاثة اربعة اربعة بس. سي خمسة ستة سي خمسة ستة سي ستة سبعة سي ثمانية وتي واحد. بدول عبارة عن السنترز بتاعت الريفلكسز بتاعتنا، يبقى دول كل الريفلكسات اللي موجودين في الاكستريمت سواء كانت ابر ليمب او لور ليمب، ودي كده الفقرة بتاعت الريفلكسز طبعا مهمة جدا 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 في النيورولوجي. سنسيشن الدكاترة بتشمل ثلاث حاجات، فحص السنسيشن سوبرفيشال وديب وكورتيكال سنسيشن. سوبرفيشال سنسيشن بنستخدم توس بيك خل السنان، لما تستخدمها ليها ماسكة معينة ما ينفعش امسكها كده. لما امسكها كده هتيجي مره تبوظ جامد ومره بالراحه، فلازم تكون ليها ماسكه كده معينه، ها بيبقى البك اللي باين منها ملي واحد وانت ماسك بصبعك بالمنظر ده بالشكل ده. تمام؟ بعلم العيان بقول له دي شك. بعدين اسك يور بيشنت ان هو يغمض عينيه، غمض عينيك، ده الاوردر الثالث، في التون سيب نفسك، في الباور حرك مفاصلك، في السنسيشن بقول له ها غمض عينيك، غمض عينيه وهبدا اقارن الناحيتين ببعض. حاسس هنا زي هنا؟ الفيس مع الفيس، حاسس هنا زي هنا؟ الأبر ليم مع الأبر ليم. حاسس هنا زي هنا؟ اللور ليم مع اللور ليم، أنا قارنت الناحيتين ببعض، إيه لازمة الخطوة دي؟ لو كان الإحساس يا ولاد في ناحية ضعيف شوية، وليكن مثلا الناحية الشمال أضعف شوية، دي بتمشي مع حالة هيميبليجيا، يبقى فيها هيمي هايبوثيزيا في الناحية المصابة. وخليكوا دايما بروكسيمال، لما تكون بتعمل تقارن مع أول خطوة يعني خليك في ناحية البروكسيمال، أصل دي خطوة بعد كده بروكسيمال مع ديست. الخطوة التانية بقارن الناحية مع نفسها، حاسس هنا زي هنا زي هنا زي هنا كم واحدة؟ أربعة صح. حاسس هنا زي هنا زي هنا زي هنا أنا كده قارنت ناحية مع نفسها. لو فرض مثلا الولاد العين قال لي لا ده أنا مش حاسس في رجلي أو الإحساس في رجلي ضعيف، ده ممكن يكون في سنسور ليفل مع حالات البارابليجي، أبدأ أطلع الليفل بقى. مثلا لو قال لي رجلي الإحساس فيها ضعيف، أجي من تحت طلعت الإحساس زيد، أنا طلعت الليفل بتاعه ده مع حالات البارابليجي. مثلا لو قال لي مش حاسس في الترانك، في حاجه اسمها جاكيت اوف سنسوري لوس بتحصل برضه مع البارابليجي، حاجه اسمها انتراميدالري كومبريشن. يبقى انا اول خطوه قارنت ناحيتين ببعض، ثاني خطوه ناحيه مع نفسها، ثالث خطوه بقارن بروكسيمال بديستال. حاسس هنا زي هنا؟ حاسس هنا زي هنا؟ حاسس هنا زي هنا؟ وهنا زي هنا؟ انا عملت بروكسيمال مع ديستال، عشان لو الاحساس في الديستال كان قليل يبقى انا عندي بريفرال نيوروباثي، ببدا اطلع السنسوري ليفل. لو فرضا يعني هو عنده بريفرال نيوروباثي وقال لي الاحساس في تحت اقل، فانا بقول له ايه؟ لما الاحساس يزيد او يتغير شاور وقول، وباجي من تحت كده وانا طالع. يقول الاحساس هنا يا دكتور بدا يزيد هنا، يبقى ده السنسور ليفل بتاعه. ها ابدا امشي عليه سيركمفرنشال كده، داير ما يدور هنا زي هنا زي هنا زي هنا زي هنا، داير ما يدور، اتاكد ان هو في صوره شراب مثلا، واجي الناحيه الثانيه. يقول لي ايوه الاحساس زاد هنا، طب اقول له هنا زي هنا زي هنا زي هنا، يقول لي زي بعض، يبقى زي ما يكون لابس شراب. وفي الابر ليم نفس الفكره، لو هو الديستال اقل اجي من تحت لفوق وانا طالع وانا طالع لغايه لما اجي عند الليفل والف داير ما يدور عند الليفل سيركمفرنشال. على فكره سيركمفرنشال دي مهمه قوي، ليه بقى؟ اتاكد ان كل الراديكلز مضروبه زي ما يكون لابس جوانتي وشراب. اصل ممكن يبقى عنده مشكله في روت واحده في حته واحده، لكن اللي بيجي لنا دايما بريفرال نيوروباثي يبقى زي ما يكون لابس جوانتي وشراب. اللي انا عملته بالتوث بيك ده ما ينفعش تعمله بالدبوس اللي موجود في بعض انواع الهامرز، لانه ممكن ينقل انفكشن هيباتايتس ولا حاجه. فدايما هو ايه التوث بيك دي بتاعته محدش تاني هيستخدمها، هي توث بيك لكل مريض. نفس اللي عملته بالتوث بيك بخالد سنان ممكن تعمله بقطنه عشان تعمل حاجه اسمها فاين تاتش او الفرشه اللي موجوده في بعض انواع الهامرز، نفس الخطوات هي يمين شمال يمين شمال يمين 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 شمال 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 بروكسيمال ديستال بروكسيمال ديستال بروكسيمال ديستال بروكسيمال ديستال، ولو في حاجه تطلع الليفل وعند الليفل عند الليفل دايرمان. الخطوه الثانيه اسمها ديب سنسيشن. الديب سنسيشن بنعمل بوزيشن موفمنت ماسل فايبريشن. البوزيشن والموفمنت مهمه جدا، الماسكه مهمه. بعمل ايه؟ بعلم العيان ده عصابه ولا اربعه ببعض، بمسك الصباع الكبير ده كده من الجنب يا ولاد كده، وبعلم المريض بص يا حبيبي صباعك كده لفوق تمام، كده لتحت تمام، كده بيتحرك وكده ثابت، غمض عينيك. صباعك كده فين؟ فوق. كده فين؟ تحت. لما يتحرك قول لي اتحرك. اتحرك، يبقى ده اسمه سنس اوف بوزيشن اند موفمنت. في اخطاء كتير بنقع فيها هنا يا ولاد، مرات ما تثبتش دول تقعد تتحرك فتحتك باللي جنبهم، ما ينفعش، لازم ابعدهم. شفتوا انا قلت امسكوا ازاي؟ شايف الماسكه ازاي؟ معظمكم بيجي يمسك كده مش عارف ليه الماسكه كده غلط، تحت الضفر في بين ريسبتورز مش عايزه اشغلها، فانا بمسك من الجنب.
برضو الخطا الثالث انا بقول صباعك لفوق وصباعك لتحت حركه بسيطه بعد كده صباعك كده لفوق وكده لتحت وكده يتكسر ان شاء الله ما ينفعش ما ينفعش يا ولاد لازم ماسكه تحت تبقى ماسكه لطيفه وبعدين بيتحرك مش حاجه اسمها بيتحرك ما عندناش رقاصه مش حاجه اسمها بيتحرك فاهمني ولا لا يبقى الحركه بتاعتي كده ده اسمه بوزيشن اند موفمنت ماسل سينس غمض عينيك انا ماسك ايه؟ العضل ماسك ايه؟ طب ماسك ايه؟ العضل ماسك ايه؟ عضل انا حاسب العضلات يبقى ده اسمه ماسل سينس فايبريشن سينس يا ولاد بستخدم شوكه رنانه اهي مقاس 128 بمسكها من تحت كده وبربطها هنا النوع ده حلو جدا تجيبوه بربطها يا اما كده يا اما بربطها كده الحركه بتاعتي كده بلاش ايه بقى؟ عارفين ده شغل بتوع الانابيب ما ينفعش يعني خليك ايه امسكها من هنا كده وبعدين تعلم العيان طبعا في مشكله كبيره في حد بيعملها كده فمسكها لي كده وعملنا ايه متوقف ده لازم الماسكه بتاعتي من تحت وبعلم المريض حاسس بدي؟ اه حاسس بدي؟ زن لما تحسها تاني قول لي زن حاسسها نفس الزن اللي فوق؟ اه يبقى الباص واي ده كله سليم مش محتاج ان انا اطلع لفوق تاني نفس اللي فوق؟ اه يبقى الباص واي ده سليم انا باجي من الدستر هنا اه هنا زن. نفس اللي فوق أوه. يبقى الباص واي بتاع الفايبريشن كله سليم فرضا بقى انا بتكلم دلوقتي على المريض يعني جالي واحد فحطيت هنا يقول لي لا مش حاسس اروح طالع على التيبيال تبروس العظمه دي لو قال لي حاسس يبقى مشكلته في البريفيرال نيرف تحت وخلاص طب لو قال لي مش حاسس هنا كمان اطلع على العظمه البارزه دي اللي هي الانتيور سوبيريور سباين اروح جاي حاطط الايه؟ الشوكه هنا لو قال لي حاسس يبقى مشكلته بريفيرال نيرف بس لو قال لي مش حاسس يبقى مشكلته بالسيرو كولم الانتيور سوبيريور اليك سباين دول يمثلوا البوستيريور كولم في اللور ليم لو ما حسش فيهم يبقى الخلل عنده على مستوى البوستيريور كولم نفس الكلام يا ولاد في الابر ليم لو قال لي مش حاسس هنا اطلع على العظمه دي لو قال لي حاسس خلاص بقى انا مشكلتي بريفرال نيرف لو قال لي مش حاسس هنا اطلع فوق عند الكلافيكل لو قال لي حاسس يبقى مشكلته في البريفرال نيرف مش حاسس يبقى البوستيريور كولم يبقى الممثل الرسمي للبوستيريور كولم في الابر ليم هو الكلافيكل والمصر الرسمي للبوستيريور كولم في اللور ليمب هو الانتيريور سوبيريور اليك سباين ناخد بالنا من هذا الكلام الهام والهام جدا. طيب عملت سوبرفيشال وعملت ديب اعمل حاجه اسمها كورتيكال سنسيشن، كورتيكال سنسيشن فيها تكتايل لوكاليزيشن تو بوينت ديسكريميشن جرافيثيزيا وستيريوجنوز طبعا هو غمر عينيك غمر عينيك انا شكيتك فين؟ اسمها تكتايل لوكاليزيشن طيب بجيب برجل بقى شكت واحده ولا اثنين؟ شك ها طب وكده؟ شك برضو طيب وكده شكتين شكتين تو بوينت ديسكريميشن اوكي ممكن اعمل ايه يا ولاد ده مشكوا شكتين ها فيقول لك ايه دول اتنين يبقى دي اسمها تو بوينت بس طبعا تخيل المسافه اللي بينهم كبيره لان ممكن يكونوا في نفس الروت وبعدين اكتب له حاجه يتعرف عليها انا كتبت ايه؟ واحد وكده كتبت ايه؟ خمسه هو يا واحد يا خمسه وما تفتوش عشان مثلا يقول لك ايه يقول لك 1 يقول لك 1 يقول لك 5 يقول لك 0 يقول لك دايره يقول لك خط فاهمين واحد ما يعرفش يقرا ويكتب يعني بلاش بقى ترسم له وتكتب له مش عارف 867 بلاش هبل يعني او واحد يقعد يرسم لي ايه يرسم لي ورده ويرسم لي بطه ما ينفعش هو احنا بنعمل يا واحد يا خمسه كمان غمر عينيك ستيريوجنوزس على فكره كونك تكتب له حاجه ويتعرف عليها اسمها جرافيثيزيا نقطه تكتب لوكاليزيشن نقطتين تو بوينت ديسكريميشن اكتب له حاجه جرافيثيزيا ادي له حاجه يا ولاد يتعرف عليها حاجه يتعرف عليها دي كلمه اسمها ستيريوجنوزس غمر عينيك ايه اللي في ايدك ده؟ قلق لونه ايه؟ احمر شاطر هذا اسمه ايه؟ طبعا هو كون عارف ان هو قلم دي كلمه اسمها ها ستيريوجنوزس ها ستيريو طبعا هو كان شايف عشان كده قال لونه احمر يعني ها دي كلمه اسمها ها ستيريوجنوزس ستيريوجنوزس يتعرف على الحاجه لما المسها يبقى دي نقاط ها تبع السنسيشن يبقى السنسيشن سوبرفيشال وديب وكورتيكال سنسيشن ده فحص كده ليها طبعا بتوقف العيان وتثبته كويس تقول له غمر عينيك عشان لو طبعا حصل بقى سوينج وهيقع دي معناه ان في ديب سنسور افكشن في رجليه وده اسمه رومبرج تيست طبعا الكلام ده هيتفحص على المرضى بتوعنا ونشوفه كويس بس لازم تكون حافظ هذه الخطوات.